سعد واضح تماما. مسألة في حدود أسبوعين، مين اللي هيحدد الأسعار؟ اتحاد الصناعات واتحاد الغرف. خليني أرحب على التليفون بالأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا أستاذ أحمد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. اوعى تخضني، اوعى تخضني أو تخض المشاهدين. أنا بقول لحضرتك أهو، بص بقى النهارده تبهد بس كده يبقى انا اللي هتخض. لا لا خالص خالص. اصل انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. إيه عايزين نتكلم بمنتهى الصراحه. والنهارده المواطن بيتعامل مع اكل وشرب يا فندم، مش يعني اقصد انه الاشياء ما بقتش رفاهيه، دي حاجات اساسيه. وحضرتك في النهايه مواطن، يعني قبل ما تكون بتمثل الغرف انت مواطن ايضا. مواطن ومستهلك كمان. ومستهلك كمان بالظبط كده. طيب هتبداوا تشتغلوا على ما قاله رئيس الوزراء النهارده بدايه من بكره، من بعد بكره، ايا كان امتى. سؤالي لحضرتك بشكل محدد، الاسعار اللي موجوده دلوقتي هي دي اللي هتحددوا منها إذا كان السعر هيبقى حد أدنى وحد أقصى، ولا الأسعار اللي ما قبل الزيادة؟ بمعنى الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والحكومة ليس من قدراتها أن تحدد أسعار. ليه؟ لأن السلع دي وفقا للسوق عالم. اللي انا عايز اقوله، المؤتمر بتاع دولة رئيس الوزراء النهارده اتكلم على شقين فيها. الشق الاول ان يكون السلعة عليها سعرها، وده قرار اتخذه وزير التموين او التجارة الداخلية منذ عام 18، وهي المفروض ان يكون اي سلعه مكتوب عليها سعرها الرف بيع للمستهلك، او لو لم يكن موجود عليها يبقى على الرف اللي موجود سعر البيع للمستهلك. وده امر مسلم بيه وامر كلنا مقتنعين وده بيه. بيحصل فيه لعب كتير طالما بنتكلم بصراحه. اتفضل. الشق الثاني يمكن هاخد من كلام سعاده السفير نادر سعد دلوقتي، قال لك العرض والطلب. عرض والطلب بتحكمه سياسات. ايوه. هذه السياسات اللي ارتضعها الحكومه. السياسات دي عباره عن سياسات نقديه وسياسات ماليه وسياسات تجاريه ومناخ عام. ايوه. واللي بيحكمه في النهايه القوه الشرائيه بتاعت المجتمع المتمثله في المستهلكين. دي كلها عوامل اللي بتفرز السعر في النهاية. المشكلة اللي احنا فيها النهاردة ان العرض اقل من الطلب. العرض اقل من الطلب. وده رغم يا استاذ احمد انه الحقيقة، وده يحسب للناس، الناس بدأت تفكر في فكرة ترشيد استهلاكها. بمعنى بمعنى كنت تقول لك لا انا بطبخ كوبايتين رز، كنت برمي طبق اللي بيفضل، لا مش هرميه هخليه، لا هعمل اقل. يعني الناس بتتحرك مع نفسها لترشيد استهلاك علشان توفر، وده شيء هايل. وده جزء من اللي يعني حضرتك اثرتي نقطه مهمه جدا، ان احنا في طرف كمان لازم نضيفه للكلام اللي انا قلته اللي هو المستهلك. تمام. في موضوع ان نمط الاستهلاك بتاعه كمان لازم يتغير. ايوه هو اتغير الحقيقه، هو اتغير ومحتاج يتغير يعني تاني، لكن بدا وده كويس. يعني الى حد كبير كويس، وكويس لصحته كمان. ايوه. انما اللي في النهايه اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان نقص العرض راجع الى حاجه واحده بس، للسياسه النقديه وللقرارات اللي اصدرها البنك المركزي في الشهر فبراير. نعم. وبالتالي انا ما اقدرش احكم سوق في نقص عرض وفي حجم طلب، فبالتالي بتغلي البضاعه. مش بغلي البضاعه بقى. ما هو عايزين نتفق على حاجه،
وكلنا نتوقف عليها. التاجر راس ماله بضاعه مش فلوس. ايوه. يعني بمعنى اذا كان راس مالي 10 جنيه. ال 10 جنيه دول بيجيبوا 10 وحدات، الوحده بجنيه. تمام. تمام؟ اما بص ان انا لو بعت الوحده دي بجنيه هشتريها بجنيه ونص. لو انا بعت دي بالجنيه وال 10 صغير المكسب بعد كده هيبقى راس مالي 7 وحدات. هو عايز يكون راس مال علشان لما الدنيا تتحرك يعرف يشتري ويكمل. احنا كلنا بظروف قاسيه فلابد ان احنا كلنا نقف مع بعض. تمام. بس اول حد يقف معانا هي الحكومه. طيب واحنا عايزينكم تقفوا معانا، وسؤالي لحضرتك وانا أكيد مهتمه انا مهتمه يا افهم يا استاذ عز. نعم. خلي بالك احنا يعني انا بتكلم بصفه عامه. نعم نعم. الناس اللي في اللي يعني اصحاب الاعمال اللي موجوده في السوق تعلم جيدا ان اهم عنصر في هذه المنظومه هو المستهلك. تمام. هو اللي بيكسب. ايوه ايوه صح مفهوم. ولا صحيح. ويهمني ان يفضل المستهلك ده راضي الى ابعد حد. ايوه. لكن على الحكومه عشان يشتري. طيب. جزء من المشكله تتحمله الحكومه في السياسه المصريه بتاعتها. نعم نعم تمام. ده كلام لازم يتعرف. تمام. انا بقى كمنظمه الشق الاخير اللي احب اوضحه، انا كمنظمه اعمال ولا كحكومه ما اقدرش اتدخل في تحديد اسعار الاسترشاديه. اما جهه الحكومه دخلت تحدد اسعار في الرز، اديك شفتي الدنيا ماشيه ازاي. ماشيه ازاي؟ هل يعقل ان الحكومه عايزه تاخد رز ب 6700 جنيه والذره ب 13000 جنيه؟ ربنا خلق كل سلعه بدايل. وكل السلع البدايل بيسمعوا في بعضيها. فانا ارجو ان احسن حاجه في الموضوع زي ما قال سياده السفير نادر سعد انك تزودي العرض بحيث انه يفي الطلب. نعم. ساعتها هيفرز السعر الحقيقي. طيب. انا معك ان النهارده الاسعار غير محتمل. عندك حق. واسعار لا نقبلها. وبحييك بحييك على الكلام. لكن انا عاذر الناس اللي بتعمل كده، لان هي النهارده اللي بيبيع بضاعه، النهارده المصانع واقفه على اشياء موجوده في الكمالك بقى لها شهرين وثلاثه. ايوه. فاحنا كلنا لازم نتكاتف مع بعض. يعني تمام. تتكاتف مع يعني مع المجتمع الاعمال، مع مجتمع الاعمال يتكاتف مع المواطن. طيب الحاجه الاخيره لازم الحكومه تحاور مجتمع الاعمال وتستمع اليه. ايوه. عشان نستطيع ان نتكاتف ونعدي احنا في مرحله صعبه. أيوة. والمرحله الصعبه لازم نعيشها كلنا. ايوه. ولازم كلنا يبقى عندنا تضحيات. تضحيات بما نستطيع ان نقدمه كل طرف. أيوة. من الاطراف كلها. ايوه تمام. مهتمه افهم قبل ما اشكر حضرتك على المداخله. لا العفو. مهتمه افهم هل هتحطوا المواطن امام الامر الواقع بالاسعار الحاليه الغاليه ولا هتعملوا ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه. يوم ما السياسه النقديه تبقى واضحه، ويوم ما تستطيع انك انت توفي المواد الخام ومواد التعبئه والسلع الاساسيه. أيوه. زي ما كنا قبل 12 فبراير، ثلاث اسابيع الاسعار هتنزل على الاقل 20%. ده كلام مهم. بشكرك بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد الوكيل. بشكرك يا فندم. بالمناسبه